اضرب يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم كرم سالم من قناة صيادين البحيرة. طبعا النهاردة احنا على طلعة المحمودية. الناس اللي بتسأل العدة اللي مستخدمة في طلعة المحمودية والرصاصة والكلام ده، انا معايا عود 4 متر ومعايا مكنة تبن، مكنة تبن 3000، والخيط اللي على المكنة بريد، خيط بريد 10. ماشي طبعا الخيط يا جماعة على طول المية، خيط على طول المية، خيط عالي 4 متر. تجربة قصة الخيط من 10 وانا بصطاد حر، بصطاد حر على المحمودية حر. في حاجة اسمها كاوتشة او حكاسة او دي بنحطها على الخيط، دي بنحطها على الخيط بعد 4 متر من الخيط من فوق، بتصد في الغماز، خليش الغماز يطلع فوق. ماشي. والوش بتاعنا طول 50 سنتي اول سن، وتاني سن على 70 سنتي. سن رقم 6، رصاصة رقم 1. ماشي. الغماز على قد الرصاص، يعني انا اكلت شويه من الغماز اهوت عشان يبقى على قد وزن الرصاصه بالظبط. وقد الميه، وان شاء الله اللي هيطلع هنصوره لكم، وليله ان شاء الله بيكون فيها شويه سمك حلوين. استنونا واللي جاي احلى ان شاء الله. استنونا. بس صور الغماز ده. وديلك صور. افتحها يا جماعة، لسه المغرب يا اسطى. جميلة وجميلة. استفتاحها على طريق المحمودية. ابو العلة. شبيه دي ولا ايه؟ الشرية دي محمودية صغيرة يا جدعان. انت سايبة اهلك وجاية عندي تعمل ايه؟ سيبيلا مخورص. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، لسه الدنيا ما ظلمتش. بالراحة بالراحة، لسه الدنيا ما ظلمتش. اضرب يالا، اضرب يالا. المحمودية وجمال المحمودية بتمسي عليك. طبعا الاحجام كبيرة يا جماعة، بس هي باينة في الكاميرا صغيرة اهي. المحمودية وجمال المحمودية. يا ريت اللي يشوف الفيديو يعمل لنا لايك ويشترك في القناة، وانا هقول له انا بصطاد في الحتة بالظبط على المحمودية. تعالي يا بنت، تروح عند صيادين البحيرة. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. تالت حتة معانا النهارده. 21/7 يا جماعة، 21/7. اهي طالعة اهي اهي اهي. مسا مسا ابو العلا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. المحمودية وجمال المحمودية. يا جماعه اللي بيقول المحموديه ما بتاكلش وبالسمكه بخه، السمكه ما فيهاش بطروخ يا جماعه. ايه
السمكه بطنها فاضيه يعني. مفيهاش بطرون لسه. السمكه بتبخ في شهر 8 مش دلوقتي. استنونا واللي جاي احلى ان شاء الله. 21/7